الآيات في الجمع بين أركان الإيمان الستة التي في القرآن لم يذكر فيها الإيمان في القدر، فما سبب ذلك؟ ذكر الإيمان بالقدر في القرآن، قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، ولو لم يذكر في القرآن فقد ذكر في السنة، في السنة الصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أما سبب ذلك فالله أعلم، سبب ذلك الله أعلم. نعم.